السلام عليكم. أفضل 5 تطبيقات لسامسونج يجب على كل مستخدم أندرويد تنزيلها. مجموعة من أفضل تطبيقات سامسونج. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، وشكرا لك. على الرغم من أن سامسونج هي شركة أجهزة تقليدية، إلا أن استثماراتها المستمرة في البرامج على مدار السنوات القليلة الماضية حولت تطبيقاتها وخدماتها إلى بدائل جديرة بالاهتمام مقابل معايير الصناعة المحددة، في حين أن بعض تطبيقات سامسونج حصرية لأولئك الذين لديهم جهاز جالاكسي، فإن البعض الآخر متاح لجميع مستخدمي هواتف وأجهزة أندرويد بشكل عام. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على 5 من أفضل تطبيقات سامسونج التي يجب على كل مستخدم أندرويد تنزيلها. أفضل تطبيقات سامسونج لهواتف الأندرويد. أولا، متصفح سامسونج. يعد متصفح سامسونج أو السامسونج انترنت أحد أفضل تطبيقات سامسونج، إن لم يكن الأفضل، وتمكن بعض أفضل الميزات في السامسونج انترنت على ما يلي. أولا، شريط الأدوات. اتخذ إجراءات سريعة عند تصفح الويب باستخدام سهل بيد واحدة. قم بالوصول إلى ما يصل إلى 30 زرا وتخصيصها من قائمة القائمة. ثانيا، شريط عنوان قابل للتخصيص. قم بزيادة إمكانية الوصول عن طريق تغيير موضع شريط العنوان إلى أسفل الشاشة. ثالثا، لوحة معلومات الخصوصية. شاهد الملخص الأسبوعي لأدوات التتبع المحظورة. منع مواقع الويب من رؤية سجل المتصفح الخاص بك. احضر النوافذ المنبثقة والتنزيلات التلقائية واحصل على تحذيرات بشأن المواقع الضارة. رابعا، الوضع السري. إصدار أكثر قوة من وضع التصفح المتخفي. يمكنك قفل الوضع السري بكلمة مرور أو بصمة لتأمين علامات التبويب الخاصة بك والحفاظ على التنزيلات الخاصة مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات من الاكتشاف خارج الوضع السري. خامسا، مساعد الفيديو. مشغل فيديو مدمج مع عناصر تحكم سهلة الاستخدام. قائمة على إيماءات لاستبدال مشغل مشغل الفيديو الأصلي لموقع جهة خارجية، ويأتي المتصفح مثبتا مسبقا على جميع أجهزة جالاكسي، ويتم تعيينه كخيار افتراضي من البداية. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك جهازا من جهة تصنيع مختلفة، فيمكنك بسهولة الحصول على متصفح من متجر جوجل بلاي. ثانيا، تطبيق سامسونج سمارت سويتش. يعد نقل البيانات أحد أكبر الآلام التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية. على الرغم من وجود عدد كبير من التطبيقات التي تؤدي نفس الوظيفة، إلا أن العديد منها إما بطيء للغاية أو مدفوع أو غير موثوق به أو كلاهما. للأسف من الشائع حد جدا رؤية الأشخاص يفقدون بياناتهم الثمينة عند نقل ملفاتهم من جهاز قديم إلى جهاز جديد. وإلى حد بعيد يعد سامسونج سمارت سويتش من أجل تطبيقات أو من أفضل تطبيقات سامسونج، فهو تطبيق نقل البيانات المفضل لدينا على أندرويد. إنه سريع وموثوق وله واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ولا يضر بوجودة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك أثناء النقل. ويمكنك اختيار نقل الملفات لاسلكيا أو عبر كيبل USB. هذا الأخير أكثر أمانا وأسرع لأنه خال من تقلبات الشبكة. ويمكنك استخدام سمارت سويتش لنقل أي شيء بما في ذلك الوسائط وسجلات المكالمات وجهات الاتصال والرسائل وبيانات التقويم وتطبيقات التي تم تنزيلها وحسابات المستخدمين والمستندات والمزيد. يمكنه نقل الملفات بين أندرويد وآيوس والويندوز. ثالثا، تطبيق سامسونج هيلث. سامسونج هيلث من أفضل تطبيقات سامسونج، فهو تطبيق للياقة البدنية. يسجل تمارينك ونومك وكمية السعرات الحرارية. إنه تطبيق التمرين الافتراضي على ساعات جالاكسي، ويأتي مع مجموعة واسعة من الميزات لمساعدتك على إدارة صحتك بشكل أفضل وتصور تقدمك. يعني يمكنك تحديد أهداف اللياقة الخاصة بك وتحدي الأصدقاء وحتى المشاركة في تحديات اللياقة البدنية العالمية. إذا كنت بحاجة
إلى بعض المساعدة في الحصول على اللياقة. يمكنك أيضا مشاهدة مقاطع الفيديو الملصقة التي أنشأها خبراء اللياقة البدنية، وتغطي مقاطع الفيديو موضوعات مثل فقدان الوزن وبناء العضلات واللياقة البدنية للمرأة والتدريب على التحمل واليقظة والجري وغيرها الكثير. ويحتوي التطبيق على واجهة مستخدم جميلة وسهلة الاستخدام، تعمل بشكل جيد للمبتدئين وكذلك المتحمسين. يمكنك الاطلاع على ملخص أسبوعي لأنشطتك ونظامك الغذائي ونومك وغير ذلك. لكل إنجاز تحققه تحصل على شارة لتذكيرك بمدى تقدمك في رحلة لياقتك. تطبيق SmartThings. SmartThings من أفضل تطبيقات سامسونج، فهو تطبيق منزلي مركزي شامل يتيح لك مزامنة جميع أجهزتك المنزلية الذكية والتحكم فيها ومراقبتها في وقت واحد. يمكنك استخدامه لأتممة الأضواء وتغيير درجة الحرارة وقفل وفتح الأبواب وإيقاف تشغيل المنافذ الكهربائية والتحكم في الأجهزة ومراقبة تغذية الكاميرا الأمنية وتتبع استهلاك الطاقة والمزيد. وعلى الرغم من أن إعداد منزلك الذكي ليس سهلا تماما، إلا أنه أصبح أسهل قليلا الآن بفضل التحديث الأخير لتطبيق SmartThings الذي جلب واجهة مستخدم جديدة وبعض الميزات الجديدة ودعما متزايدا لمزيد من الأجهزة الذكية. وللحصول على فكرة أفضل ألقي نظرة على قائمة الأجهزة الذكية المتوافقة مع SmartThings ولاحظ أنك لست بحاجة بالضرورة إلى امتلاك أجهزة من صنع سامسونج لتتمكن من استخدام تطبيق SmartThings. وأيضا أخيرا لدينا سامسونج بين أب. سامسونج بين أب تأتي بعض الهواتف أو بعض هواتف سامسونج مزودة بقلم إس بين مدمج في الجسم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء أعمال فنية أفضل وأكثر تفصيلا. لكنك لا تحتاج بالضرورة إلى قلم إس بين لهذا الغرض. إذا كنت تمتلك قلما تابعا لجهة خارجية وترغب في إنشاء بعض الأعمال الفنية الجميلة أو ممارسة مهارتك في الرسم، فإن سامسونج بين أب هو مكان رائع للبدء، وهو بمثابة منصة للتواصل الاجتماعي مصممة للمبدعين، حيث يمكنك إنشاء ومشاركة عملك الفني الأصلي والمشاركة في الأحداث والتحديات وعرض الأعمال الفنية الشهيرة ومتابعة تصميماتك المفضلة والتفاعل معهم عبر التعليقات. إذن ما هو أكثر تطبيق نال إعجابك بين قائمة تطبيقات سامسونج في هذا الفيديو؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.